ازيكم يا بنات واهلا بيكم تاني في القناه. انا نور. النهارده عندنا فيديو هنعمل ميك اب لوك كامل بحاجات من شيك لاب. كل الباكج دي فيها حاجات، كل حاجات الميك اب اعتقد. لو في حاجه ناقصه على الاغلب هكون ما جبتهاش علشان هي عندي، بس انا حاولت اجيب كل 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 حاجه عشان اعمل بيها ميك اب لوك ده. عايزه تعرفوا ايه هي الحاجه ورايي فيها وايه الميك اب لوك اللي هيطلع معانا. مفيش حاجه معينه في دماغي لوك يعني، فهنكتشف مع بعض ونجرب مع بعض. مش عايز اطول عليكم، بس يا شباب عجبك الفيديو دوت اعملي له لايك، سيبي لي كومنت برايك، واهم حاجه اشترك في القناه ودوسي على علامه الجرس عشان يوصلك اشعار نوتيفيكيشن كل ما انزل فيديو جديد. ويلا بينا نبدا. سو مبدئيا الصراحه انا ما فتحتش ولا حاجه، بس لو فتحت كده بصيت لقيت في حاجات كتير كلهم سيلد ومتغلفين في كل حاجه تمسكوا فيها. هطلع بقى حاجات ونبدا نشوف اول خطوه هتكون ايه. بس انا وشي جاهز، حطيت المرطب بتاعي، جبت الفرش بتاعتي، مجهزه نفسي. عندنا 3 فاونديشنز. اول واحد اللي هو السكين فلوينسر فول كفر فاونديشن، عملت عليه فيديو قبل كده فمش هستخدمه النهارده، هستخدم حاجه تانية. في دول 2 فاونديشنز، واحد اسمه سكين فينيتي هايدريتنج فورمولا، والتاني لونج لاستنج بريذبل مات فاونديشن. فبما ان انا بشرتي مايله للجفاف فاكيد هستخدم الهايدريتنج النهارده. عارفيني انا ما بستخدمش فاونديشن، بس الصراحه انا سمعت عنهم ريفيوز خصوصا اللي هو المات ده انه فظيع. شفت الفينش بتاعته على على وشي يعني صاحبتي، بجد واو واو صراحه. ما شفتش حد حاطط الهايدريتنج يعني كده وجها لوجه، فالنهارده هختبره لكم انا، ويا رب يبقى درجتي الدرجه ديت اسمها فير. المفروض انها افتح درجه هنا. اوه لوك ات ذات، عليه كفر شامو. او مون ديو، الباكجينج الباكجينج حركات. انا اللون اللي انا شايفاه بره ده مش متفائله بيه لو هو ده اللون اللي جوه. هو على الاغلب مش لوني وعلى اصفر، فانا هاخد حاجه بسيطه واجربه بس كده. بصوا احنا وي كان ميك ات ورك ان انا احط طبقه خفيفه جدا، فهعمل كده الصراحه. يعني هو مش لونه مش سيء، لونه مش سيء خالص عليا. كنت فاكره هيبقى اوحش من كده بكتير الصراحه، بس لا. ويعني لو في اختلاف هنعديها بما ان دوت يعني ايه فيديو تجربه. لحد دلوقتي هو خفيف جدا، انا مش حاسه بيه تقريبا على بشرتي. هنشوف كده بقيه الفيديو ايه اللي هيحصل. اللون طبعا باين انه مش احسن حاجه، على اصفر. انا الاندر تون بتاعي بينك او على بيج اكتر، يعني بيناسبني الحاجات اللي هي نيوترال، لا فيها اصفر ولا فيها بينك قوي. ف لو كان نيوترال اكتر كان هيبقى احلى، بس سو فار مش اسوء حاجه. يعني مش هحط على الرقبه علشان ما اوسخش التيشيرت، بما دوت مجرد تجربه. يعني قبل ما نكمل هستخدم الجالي ده او مرطب الشفايف ده، ودي اللي متابعني اكيد عارفه لان ديت تاني واحده. انا خلصت اللي عندي وقلت لازم اجيب واحد تاني من كتر ما هو حلو وريحته حلوه بيرطب الشفايف. اي لاف ات الصراحه. يلا بينا نروح على الكونسيلر. طبعا الكونسيلر ده انا مجرباه قبل كده، فل 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 كفر، يعني اعتقد ان هو ظبط لون الفاونديشن شويه لان هو لونه فاتح. اوكي احنا عندنا هنا حاجتين، في مفروض عايزين في كونتور وفي بلاشر. بس ايه بصوا بقى الحلاوه، ده ستيك نهادي بلاشر. وايه هو ده، بلاشر ولا كونتور؟ ما تزعلنيش، انا كنت جايباه اساسا ان هو كونتور. مع الفرشه بتاعته هو كيوت، هاو كيوت. احنا عايزين كونتور فنأجل الخطوه ديت معلش. المفروض ان الباليت ديت فيها يعني كونتور، الا اذا انا غلطانه برضو في العنوان وكون ما جبتش كونتور. دي الباليت ميكس كونسيلر اند كولر كوركتنج. مون ديو او مون ديو، حبيت. هما كولر كوركتنج مبدئيا، اللون الوحيد اللي ينفع يبقى كونتور هو اللون ده، فيلا بينا نخترق ونجربه. ليه بقى ده؟ لان ده مايل على رمادي شويه. اوكي هاخد فرشه كده، ويا ايه ربنا يستر الصراحه عشان انا مش عارفه اخبار اللون ايه هيبقى. اوكي هو مش كونتور يعني، هو كوركتنج زي ما قلنا، فهو مش احسن حاجه، بس هنكمل يعني لن نستسلم صح. احنا قلنا ان النهارده تجربه. هو ايه ده الشادو يعني، بسيط بسيط بسيط. سو اتس نوت باد الصراحه. اخيرا حسيت على دمي، حسيت ان البيوتي بلندر دي معفنه قوي، فافتكرت ان انا عندي بصوا قد ايه ست كامله من بيوتي بلندرز من شيك لام. قلت ايه بما ان احنا عاملين فيديو يعني نكمل ايه الحركات بيها.
انا جايبه بيوتي بلندر ثانيه بس استنى مش هوريها لكم دلوقتي. اوكي حبيت. اوكي في البينك ده ممكن يستخدم كبلاشر. الباليت دي حلوه قوي للميك اب ارتست يستخدموا ده كهايلايت بلاشر كونسيلرز كوركتورز. حبيت اي لاف ات. اوكي نيكست بقى عشان انا اتحمست له الصراحه هو البلاشر ده. نعمل هكا استر يا رب. اوكي الفرشة يعني غريبة شوية وبتشوك محبتهاش بس حبيت لون البلاشر جدا يعني شلل بقى في التوزيع مش عايزة اقول لكم الصراحة او انا بستخدمها غلط مش عارف. اوكي انا ما زلت عند كلامي اللون رائع الفرشة بتشوك بس فهستخدم الفرشة دي من شي جلام اللي هي على شكل ايد قطر ندمج بيها. دلوقتي فقرتي المفضلة الحواجب. تمام قبل ما اجرب انا بقول لكم رأيي الواضح والصريح جدا. اوكي دلوقتي هنجرب قلم. انا بحب قلم حواجب شي جلام جدا 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 انتوا عارفين انا قد ايه بحبه. ففي قلم جديد قلت لازم اجربه هو شبه اللي انا بحبه بس في حاجة زيادة انا بحبها فقلت يعني حاجتين انا بحبهم بقلم واحد يلا بينا نجرب. بس قبل ما نجرب انا جبت اي براو جل واي براو واكس فانا مش عارفه مفروض الجل قبل ما نرسم ولا بعد. فلو قبل تعالوا نجرب ده الاول ده جل عادي ف يعني ده الاختراع جديد بالنسبه لي المفروض ان هو الجل نعمل بيه والناحيه دي فرشه صغننه عامله زي فرشه السنان نسرح بيها. فانا بقول عشان ما نعكش الدنيا بعد ما نرسم تعالوا نحط الواكس دلوقتي. اوكي ده واكس واكس ما بيهزرش استر يا رب. لا تعالوا نسرح الاول. او ماي جاد يا جماعه شعر حواجبي طلع فيه كام شعرايه واحد اتنين تلاته. لا لا ما اتفقناش على كده ما اتفقناش بجد. طب هو بيسرح حلو اهو امال فيه ايه بقى يعني الفرشه جميله وبيتسرح عادي مش ستيكي ايه اللي حصل؟ هل انا استخدمته غلط؟ نديله فرصة تانية في الحاجب التاني يلا نبقى ارق شوية المرة دي. اوكي نمشي مع الشعيرات برضو مطلع تلات شعرات من حواجبي I don't like. لا ما احنا مش كل مرة هستخدمك فيها هتشيلي تلات اربع شعرات مش هتبقى حاجة في حواجبي هما اصلا خفاف. سوري not sorry ما حبيتش الصراحة واحبطت لان انا كنت متحمسة له جدا 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 بس الفرشة اللي الناحية التانية دي الصراحة فرشة حلوة ممكن ابقى استخدمها فور ليت. انا اتقدرت شوية يعني بجد بجد حواجبي اصلا خفيفة. اوكي تعالوا بقى نروح للقلم وننسى هذه المأساة. القلم من الناحية دي فيه القلم اللي انا بحبه والناحية التانية اللي احنا على الاغلب هنجربها النهاردة وهو القلم اللي عامل زي الايلاينر ده. انا بحب النوعين دول جدا وهم دول اللي انا معتمداهم في رسم حواجبي بس النهارده هدي فرصه لقلم شي جلام ده بقى اللي هو زي الايلاينر. واضح ان هو رفيع جدا ومش لوني تن تررا لونه بني فاتح جدا درجته ايه ده اوبرن اوبرن اوكي انا كان لوني في القلم اللي انا بحبه جراي بس القلم حلو قوي الصراحه يعني بيرسم رفيع بس هو مش لوني فهنوقف بقى هنا برضو عشان ايه ما نعكش نروح من الناحيه الثانيه نشوف اللون. المفروض ان انا حاسه ان اللون نفس لون القلم اللي انا بستخدمه. اوكي هو اغمق الحمد لله فهنقول ايه هيستر علينا شويه هو مش اغمق حاجه. اوكي هو تقريبا نفس لون الناحيه الثانيه حلو قوي بس مش لوني فانا هستخدم اللون التاني يكون لوني اللي هو القلم بتاعي اللي انا بحبه. حبيبي انقذني ارجوك. اتمنى كل اللي كانوا بيشككوا في مصداقيتي الفتره اللي فاتت وان انا بطبل لشي جلام اتمنى الفيديو ده يكون دليل ان انا بطبلش نيفر كله لضميري. حواجبي مش احسن حاجه بس يعني هن ابريشيت البروسس. القلم ده هديله فرصه ثانيه تو بي اونست لانه الصراحه كواليتي والرسم بتاعه حلو بس هو اللون اللي مش ظابط للاسف. اما الواكس يعني الصراحه ما عنديش جرأه ان انا اجازف تاني
بس هعمل سيرش واشوف كده ايه الموضوع، هل انا بستخدمه برده غلط ولا لا. واذا انتوا لو شايفين انا بستخدمه غلط بليز قولوا لي. بما ان احنا ايه عكينا انف يعني، تعالوا نجرب بقى البراو جل، لان اولا انا حاسه بيه هو ستيكي وعادي كنت برسم ما سبتش الحواجب، فيلا نجرب ده. معرفش هينفع على الجل ولا لا، بس ايه اوكي انا حاسه ان ده هيطلع حلو، حتى تسريحته حلوه. اي لايك. كان نستنى ينشف بقى ويقول لنا ايه هيثبت ولا هنفضل ستيكي برضو. اللي جاي ده بقى انا كنت متحمسه له جدا من كتر ما الريفيوز عليه فظيعه، فاتمنى ان هو يكون فظيع فعلا زي ما هم بيقولوا. والله جبت تو شيدز، واحد ترانسبيرنت شفاف وواحد اسمه بسك. ده في واحد مفروض انه لونه شفاف، تعالوا نفتح ونكتشف الموضوع مع باتشينا. كل الناس جربت اللي هو الشفاف خالص، فانا قلت اجرب اللي فيه لون. مش عارفه اذا كل الناس ولا لا، اوكي اللي انا شفتهم يعني، اكيد ما شفتش كل الناس. انا مش هجازف واحط عشان ما بوصل يعني، كان في طبوزات كتير بس ايه اوكي. ده في لون المفروض انه فاتح، المفروض ان هو من فوق شفاف، والتاني شفاف من تحت وشفاف من فوق. فانا مش هجازف لان انا شايفه ان لونه مش افتح حاجه، فمش هجازف الصراحه، هستخدم الشفاف بشفاف. جبت معاه ايه بقى؟ البيوتي بلندر بتاعته اللي شكلها بيبقى كيوت، وهي شموع مكتوب عليها شي جلام عامله زي الخوخه، كيوت قوي. الاول هاخد ايه من هنا عشان ما نثبتش الكونسيلر وهو جوه الخطوط كده. طب طب مون ديو، حبيت كانها عملت فلتر. البيوتي بلندر الصراحه كيوت قوي، مش عارفه ايه، حاسه ان البيوتي بلندر انا معرفش بتتبل ولا لا الصراحه، ما يعني ما عملت السيرش، بس حاسه بتشوك سيكا سيكا، مش عارفه يعني ده احساس طبيعي ولا انا وشي حساس ولا ايه. اوكي الباودر 10 على 10، البيوتي بلندر مش احسن حاجه لانها شوكتني زي ما بقول لكم، يعني مش مكتوب عليها ان هي تتبل وان هي بتوصل فعلا لتحت العين، ده حقيقي، بس انا حاسه ان هي بتشوكني، ما اعرفش انا دلوعه بقى ولا ايه، بس this is my opinion، ده رايي. تعالوا بقى نحط اللوس تحت العين بكميه كبيره شويه علشان ايه ندخل بقى في الايه في الجد في الاي شادو. شلنا السيل، بصور بقى ايه فيديو على التيك توك، مش عايزه اقول لكم حطيت كميه باودر علشان عماله اعيد المشهد. ربنا يستر. يلا هاختي بار برضو علشان نشوف ايه قوه لو زودنا ايه اللي بيحصل. يلا بينا نروح للاي شادو. بصوا الباليت، انا بحب الرسمه جدا، فالرسمه ديت يعني اي كده تفاصيل ورسمه كده فيها حاجات كتير على طول بتلفت نظري الصراحه. ودي اكشلي باليت برج السرطان، معرفش كان في ابراج تانية ولا لا، بس انا الصراحه ما كنتش واخده بالي وانا بختارها، ف يعني انا عجبني الالوان، ولكن هنيئا لكم برج السرطان عجبني الالوان بتاعتكم، كان في كذا باليت تانية الصراحه. اوكي ده شكل الباليت، نفتح. او مون ديو اللون ده فظيع، خطير خطير خطير. يبقى انا عرفت انا اخترتها ليه، عشان فيها بينكيات. That's it. يلا نفكر بقى نعملي ايه. نعمل، انا بفكري تعملي بينك حاجه كده فرفوشي. يلا بينا. اول حاجه هاخد اللون ده، هاخد حاجه بسيطه حطه في كاس. اوه مون ديو، انا قلت حاجه بسيطه، مش عايزين اللون يبقى ظاهر كده، احنا عايزينه كلون انتقالي فقط. بعدين شويه هنا تحت يا جماعه. البيجمنت بجد حلو قوي، واللون جاي شويه على بينك، يعني انا كنت فاكراه هيبقى بني بس لا هو جاي على بينك، فحلو لانه هيليق مع اللوك اللي جاي في بالي لما شفت الالوان. فاكره ان انا بصور بس تمام. خدت اللون البينك ده وحطيته على الجفن من جوه لحد بره، بنمثل دلوقتي ان انا بحطه. كنت بقول لكم ان في اللون ده بيطلع فول اوت، بس اللون ده لا، ومساعات في تركيبات بتاعت اي شادو بتكون صعبه ان هي ما تطلعش فول اوت، فواضح ان ده من الالوان الصعبه. وكنت بقول لكم ان انا عندي فضول او ينجلي فضول اعرف انا ازاي ما شفتش باليت بتاعت برج العذراء، فابقى ادخل اعمل سيرش بعد ما نخلص. هرجع بفرشه الدمج وايه ادمج الاطراف. حلو قوي اللون، البيجمنت فظيع الصراحه. هاخد اللون
بلندنج براش كده، هاخد حاجة خفيفة، مش عايزين ندخل بقلبنا على طول. مش عاجبني اللون اللي انا حطيته ترانزيشن الصراحة، مش لايق مع اللي انا عاملاه، فهحاول اصلح الموضوع دلوقتي. اللون الموف خطير، انا بقيت اقول كلمة خطير ديت من ساعة اغنية نانسي عجرم، خطير خطير خطير، كنتش بقولها قبل كده. طيب انا شايفة فول اوت بتاع البينك هنا على الباودر، فكويس ان احنا ايه امننا مستقبلنا. اللون الموف مع البينك، او موندي. طبعا انا لو عايزه احطه اتقل هتقل ايدي، بس انا عايزاه يبان موف فاتح علشان يبقى لايق مع البينك الفاتح اللي احنا حاطينه. هرجع بفرشة الدمج ندمج 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 عشان نصلح موضوع البينك ده. هاخد اللي احنا حطيناه جوه هنا حاجه بسيطه، وهحطه فوق اللي احنا كنا حاطينه في كسرة العين، يعني بس يعني نديله تنت بينك كده. رجع بقى بالموف نغمق شوية براحتنا بقى. اوكي نفس اللون بقى الموف، هنعمل ايه الاول؟ هخلط اللونين دول الصراحة، ده وده، اتأكد ان هما ايه تحت العين كده حلوين وواضحين. اللون ده كمان طلع فول اوت يمكن من الفرشة، مش عارفة، لان لما كنت بستخدم فرشة تانية ما عملتش كده، لما استخدمت نفس الفرشة اللي استخدمتها هنا عمل اللون. بعدين دلوقتي هاخد بقى فرشة صغنونة خالص، هاخد بيها الموف وهنحطه ايه تحت العين عند خط الرموش بالظبط لحد جوه. اوكي لقطة نفسي اعملها، هاخد اللون الشمر البينك الفاتح ده وهحاول استخدمه كهايلايتر هنا، يا رب ايه يطلع فاتح. وحبيت اختيار موفق. اوكي بصوا يا جماعة، انا جبت ايلاينر اسود وجبت كروم ايلاينر كده كحل كروم، وهو المفروض ان هو من بيربل لازرق بيدي، مش عارفه هليق مع اللوك ده ولا لا، بس انا عايزه اوريكم الاول شكله. مبدئيا هو الناحيه دي القلم، اوكي، وبعدين هنا في برايه عشان تبري فيها القلم، وبعدين فوق هنا في سمادجر علشان تعملي بيه سمادج. لا لا مكلفين الموضوع. تعالوا بقى نعمل سواتش ونشوف الاول ايه الخط اللي اوه ده موف، نستخدمه ولا نستخدم الاسود؟ لا انا اتحمست عليه، مست عليه وبيدي غامق، يعني مع القلبات بيدي غامق، مش عارفه انتوا شايفين ولا لا. شايفين؟ اعتمد، يلا بينا. طري جدا، مش عارفه اسيبه متحدد كده ولا نعمل له سمج. هنعمل له سمج شويه شويه، وتقريبا كان لازم اول ما ارسمه اعمل سمج لانه نشف، ودي حاجه حلوه لان انا الاقلام اللي بتبقى طريه قوي ديت بتسيح وعلى طول بتتحرك، بس ده لا سبت مكانه، فهنسيبه احتراما لقدراته هنسيبه. يا جماعه سبونتينيوسلي كده جبت منديل وقعدت بعمل كده، يعني انا على اساس زي اي قلم. لا كفاءه، حبيت انه راح شويه، بس انه يعني انا عماله افرك فيه بمنديل، يعني ده اقل واجب، فاحنا هنا على العين بيرفكت. حاجه كمان كنت طالبه جليتر، يعني لازم لا يخلو الحوارات بتاعتي من جليتر، مش عارفه هنستخدمه ولا لا، بس نفتح كده نتفرج عليه نشوف ايه الموضوع. هنستخدمه حتى لو بوظ اللوك، معلش في حلاوه مش طبيعيه في هنا. اوكي كفر، شيل الكفر، يلا بينا نغوص. جماعه النهارده is not about the look، النهارده is about the products. انا دايما بقول لكم دايما النهارده الموضوع مش عن البرودكتس، الموضوع عن النهارده هنعمل ميك اب لوك كده ازاي، النهارده عن البرودكتس بقى. احنا قاعدين بنجرب، بطلع لكم القطط الفاتسه والقطط الحلوه وكل حاجه، فعشان كده هنحط الجليتر ده. خدت فرشه فلات، من ما تفحصته كده هو بيبات جليتر، اوكي شايفين، وايه وستيكي، فيري ستيكي. مش عارفه حبيبات دي زرقاء ولا صفراء ولا بيربل، هي عماله تدي على حاجات كتير، فايه انا هاخد لحظه صغنونه. هنعمل ايه بقى؟ نحطه هنا كده كده كده. او مون ديو، بقالي كتير ما قلناهاش، بقالي كتير ما قلناهاش. قلبي يتجرأ شويه، ناخد حبه اكتر.
ايه اللي بيحصل ده؟ طبعا هيبقى احلى مع لوكات تانية، لان اللوك ده رقيق كده وفي حتة تانية، والجليتر ده جاي متعرفوش ايه مقام من الاعراب. طبعا اهم حاجة بالنسبة لي بقى احساس الستيكينس، لازم اقول لكم لانه لو ستيكي تبقى الحلاوة دي نرميها في الارض الصراحة، لان انا بحب الحاجة تنشف كده زي القلم، شفتوا نشف ازاي؟ محبش احس ان انا في خطر. حد ملاحظ ان انا عماله بزود؟ اوكي الموضوع بدا يوسع مني. اوكي وانا بزود ما بيشيلش الجليتر القديم، يعني بيحط في اماكن جديده، دي حاجه حلوه. فانا هستناه نتاكد ان هو ينشف واقول لكم صاب ولا خاب. على ما الجليتر اسيبه ينشف عشان مش عايزه اعك تاني، هنفض الباودر. الحواجب اي ثينك جل الحواجب نشف، بس في حاجه لسه كانها يعني مش مبلول، حاجه موجوده كده اي ثينك، اللي هي الواكس اللي احنا كنا حاطينه. اوكي تعالوا بقى نشوف ايه الوضع. اوان ما بيطلعش، اوان مش مبلول، ما بيطلعش، يعني طلع حاجه بسيطه بس اوفرول ما بيطلعش، و اتس نوت ستيكي. بس حسب بشكشك يعني، لان هو ستيل جليتراية كبيره شويه، ففي شكشكه بسيطه بسيطه بس يعني تختفر للحلاوه. جيم حلوه قوي. ده عايز ارتستيك لوك، مش اللي انا عملته في اللوك الجميل بتاع النهارده ده، بس يعني اتس اوكي. كنت جايبه باليت بلاشرز، بصوا شكلها سو كيوت، اسمها سويت تشيكس، فيها التلات الوان دول، فاحنا ناخد اللون ده نحطه بس كده عشان يبقى اسمنا استخدمناها يعني وجربناها. بس هي لون البلاشر الاولاني الصراحة خطير، واضح ثابت لحد دلوقتي. اللون اللي فيه الصراحة حلوة قوي. انا مدمنة بلاشرز لان انا اكتر حاجة، هي دي الحاجة اللي انا بحطها يوميا اكيد. اوكي بعد كده هحط ماسكارا. الصراحة انا ما لقيتش ماسكارات عندهم غير الماسكارا ديت، وهي كانت اوريدي عندي وانا بحبها جدا، بتطول وبتكثف وبترفع للرموش، لو انت رموشك من الناس اللي بتبقى نازلة بترفعها، ووتر بروف. ولكن انا قعدت فتره بعد ما جبتها قفلت منها، لانها من كتر ما هي ووتر بروف ما بتتشالش بالسهل، لازم يكون عندك ميك اب ريموفر اويل بيز، وانا كان ساعتها ما عنديش ميك اب ريموفر اويل بيز، فطلعت عيني وقعدت افركها جامد ورقعتي، وقعت لي رموشي، غلطتي انا يعني، فاتقفلت منها. بس هي ملهاش ذنب. فالفتره ديت انا رجعت استخدمها، وانا بستخدمها كل يوم عايزه اقول لكم، وعندي ميك اب ريموفر اويل بيز، والحياه سهله جدا وسعيده. مش عارفه انا قفلت نفسي منها ليه، فعشان كده ساعات بعمل ريفيوز عن حاجات وارجع احبها، او حاجات احبها وبعدين ارجع ما احبهاش. فده احنا فيرست امبريشن النهارده، ولكن ده ريفيو واضح وحقيقي، انا بستخدمها كل يوم وقربت تخلص كمان، وندمان ان انا ما طلبتش واحده تانية اصلا، مش عارفه ليه اعتمدت ان انا عندي واحده يعني. بما ان هي قربت تخلص فمش هتدي الريزلت الفظيعه اللي كانت بتديها برضو الاول، يعني هي على وشك ان هي تخلص، في الريزلتس بتاعتها قل بكتير عن الاول. انا بحب استخدم التكثيف الاول، في ناس بتحب العكس، تطول الاول بعدين تكثف. ده مشكله تانية، انه لو انت بتحطي حطت نقطه في مكان طبعا لازم تستنيها تنشف، وبان هي ووتر بروف فبتمسح اي حاجه كانت محطوطه تحتها، اي شادو بقى، كونسيلر، فلازم وانت بتحطيها تكوني مركزه مش زي عماله بتكلم. وحطيتها فوق خط الرموش على طول، بس الحمد لله هو خط فوق خط الرموش مش في حته تانية. يلا ناخد بقى الناحيه اللي بتطول فرشتها، ايه ارفع وجايه عامله كيرف كده علشان ايه تلفت الرموش. كمان بحب استخدم الرفيعه دي تحت العين بقى، بما ان احنا يعني خلاص في الخريف، وفي ناس اوريدي دخلت الشتاء بس احنا لسه في الخريف. يعني الماسكارا دي حلوه جدا للمصيف، لان انت ممكن تحطيها وتنزلي بيها الميه عادي جدا لانها ووتر بروف. كنت قايله الكلام دوت طبعا في الصيف. نكست الهايلايتر، وبرده بوستر علشان انا يعني انتوا عارفيني انا ما بستخدمش غير تقريبا هو هايلايتر او اتنين، علشان الدرجات كلها بتبقى ذهبي وانا ما بحبش الذهبي، بحب الهايلايترز تبقى بيضه. فدوت انا شفته كان لونه ابيض، معرفش بقى هيبقى عامل ازاي. لان ده الباكجينج سو اليجان، واللون ابيض على ذهبي خفيف، فايه هنديله فرصته. اوكي انا مش قادره احدد لحد دلوقتي، استنوا كده. مبدئيا هو مش قوي، يعني انا بقارنه طبعا بحاجه يعني هاي اند، ف
ينفع حاجة كده خفيفة للناس ما بتحبش الهايلايتر، اللي هما مش انا، انا بحب الهايلايتر يبقى مسمع على اخر الشارع، منور الشارع كله، وشي يبقى الهايلايتر هو اللي منور الشارع، مش محتاجين عمدة نور. فهو لطيف لطيف الصراحة، بس على ذهبي مش على ابيض فور مي، بس يعني مش الذهبي اللي هو الوحيش برضو. بصوا كنت متوقع اقوى من كده الصراحة، بس على سعره نوت باد. بنات الاغمقسين مني سيكا هيطلع روعة عليكم. مش هسكت لما افضل ايه احط 600,000 كيلو. بصوا بقى اسيبكم من الفرشة التانية ديت، ممكن تكون ظلماء برضو ما بحبهاش قوي، فانا ايه الفرشة دي يعني هتجيب من الاخر. يا جماعة حبيت حبيت قوي بقى هنا تحت ال، حط شوية كمان فوق ده. هو يعني عارفين لولا الفاونديشن كان زمانه هيبقى ذهبي اكتر من كده بكتير عليا. صرت الفاونديشن بصوا هو حلو قوي، بس انا محبتهوش هنا، لان انا هنا دي مشكلة عندي مع كل الفاونديشنز الصراحة، مش معايا هو بس، يعني لان انا عندي هنا السماي لاينز محفورين قوي، فهو زي ما انتم شايفين دخل وخرج منهم، ف مش صح ان احنا نصلح الموضوع ده باودر، بس ايه هي البيوتي بلندر اللي قدامي. بس غير كده الفينش بتاعه رائع، انتوا اكيد زمانكم شايفين الحلاوة الصراحة، يعني انا مش هتكلم. الهايلايتر مش جليتري، ودي شيء مهم جدا جدا جدا، مش جليتري علشان عيني، عشان يبقى بسعره دوت مش جليتري، دي حاجة مهمة. وبس هو اللون، يعني اللون هو غير كده صراحة حبيت هخليه عندي، يعني مش هستغنى عنه لان عايزة اجربه من غير فاونديشن اشوف اخبار لونه ايه معايا. قبل ما اروح الليبستيك متحمسة جدا اجرب الموضوع ده. رموش بس هي طويلة قوي، بس انا هجربها. معاها اللزق بتاعها مفروض، يعني اوكي هو اللزق دوت ايلاينر، عارفين اللي هو كان طالع ترسمي ايلاينر وتلزق عليه الرموش، هي دي الفكرة. فهنجرب. احلى حاجه ان هو كورنر. اوه مون ديو، ده جاي معاه كمان ملقاط. قال لك ايه؟ قال لك شيك ات، بما ان احنا اوريدي حاطين الايلاينر كروم بتاعنا، فيعني هحط فيري 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 ثين لاير. المفروض ان احنا نسيبها تنشف. ده مغناطيس يا الهي يا الهي، اطول رمش حطيته في حياتي ليه كده؟ بس هو لزق في ثواني يا جماعه، في ثواني. بس ده يعني طويل قوي الصراحه، مش عقلاني مش عقلاني، يعني محتاج يتقص ويتقص ويتقص ويتقص، يعني اصلا نظبط الاداء. بس النهارده هنقول لهم جود باي. الحلو بقى ايه في الباكج، فيه هنا زي باند كده، بصوا شايفين اسود هنا حديد، فانا ايه بصوا خدت الرمش شلته او عامله كده، مش عارفه خدتوا بالكم ولا لا، انه لزق على طول، انه يعني تقدري تستخدميه كذا مره. بصوا شفتوا حبيت and I cannot wait ان انا اديها فرصتها. ممكن اعمل لهم فيديو لوحده مثلا على التيك توك او على الانستجرام ريل كده سريع نغوص فيهم اكتر، ايه رايكم قولوا لي تحت في الكومنتس. بصوا بقى انا جبت كميه ليبستكس بقى مختلفه من عندهم انواع، لان عندهم انواع كتير قوي، فقلت لازم اجرب على قد ما اقدر حاجات منهم. فاحنا النهارده هعمل سواتشز على ايدي واقول لكم التكستشر اخباره ايه، وبعدين هنختار انسب لون للوك بتاع النهارده. اوه مون ديو، شياكه اناقه الله، حطه على جنب لما افتح الباقي وبعدين نكمل. برغي كتير قوي والفيديو هيبقى طويل. ده اول واحد هو بينك غامق من الناحيه دي ومن الناحيه دي ليب لاينر. تاني لون هو مطلع نفسه بره اللعبه كده كده، بس بصوا الباكجينج بتاعته سو اليجانت، لان انا شايفاه انا مش عارفه ليه شايفاهم كلهم احمر، بس حسيت دلوقتي ان هو مش احمر. ده ليب جلوس اسمه جليز دايز، في لون وايه، انا بحب الليب جلوسز جدا الصراحه وخفيف، بس هو كانه على مش مشي. نيكست ده، والباكجينج دي مش غريبه عليا خالص، يعني حاسه انا شايفاها قبل كده. اوه
ايه الحلاوه دي؟ بس بجد الباكجينج دي انا شايفاها قبل كده في براند تاني هي بالظبط. اعتقد عندي هقوم دلوقتي ابص بس ما اخلص السواتشز. بعد كده الاثنين دول بيجوا مع بعض. ده ليب لاينر لونه على بني بالشتا بقى لما هادي فيه برايه. بعدين ليب لاينر، بعدين عندنا الليكويد ليبستيك، بعد كده تحطيه فوقيه الجلوس بتاعه. ده المفروض اللي مكتوب اتس كلير، شفاف يعني. اخر واحد بقى نجربه. واو اللون خطير خطير خطير. بس طبعا انتوا عارفين ايه اللي هيليق مع اللوك اكتر حاجه، البينك الفاتح ده. ده مش مات، ده مات، ده كريمي، بس ده فيه شيمر واضح او يلمع كده. طبعا هسيب لكم درجات الحاجات اللي احنا استخدمناها تحت في الديسكربشن بوكس. يلا بقى نحط اللون ده. بقالي كتير ما حطيتش اللون ده كتير. في ناس بتحب الروج يقعد 600,000 سنه، انا مش منهم. انا بحب الروج يتمسح وارجع احطه تاني، لان الروجات المات اللي بتمسك في البق دي بالنسبه لي انا شفايفي ناشفه، فده بيبقى عذاب، بتقطع شفايفي زياده وبتنشفها زياده، فانا مش بيج فان للمات. فدول بالنسبه لي حلوين الصراحه، انا مختارهم كده اصلا يعني. سو ولا واحد فيهم ثابت لو انتوا عايزين تشتروا حاجه فيهم، بس انا بالنسبه لي الالوان خطيره، خصوصا اللي انا حاطاه دلوقتي. جبت ساتنج سبراي، والساتنج سبراي اللي انا جربتهم من شيك لام قبل كده الصراحه حلوين قوي، فده مفروض انه يعني من الحاجات الحلوه اللي عندهم. بيقول لك keeps your makeup fresh smells like a vacation. تعالوا نشوف ريحه الفيكيشن ايه، عشان انا الصراحه مش عارفه. في ريحه كوكونات، ريحه حاجه حلوه سويت، بس مش فيكيشن، مش عارفه يمكن عشان الكوكونات يعني. اتس فيري ريفرشنج فعلا زي ما هو بيقول. ممكن اعمل بقى ايه حركه لطيفه جميله جدا واحط الجالي فوقيه، هيدي برده لوك حلو قوي. جوي واجوائي خطير خطير خطير، حلو قوي. حبيت الميك اب لوك؟ ظبطنا الاداء ولا ايه؟ قولوا لي. انا حاسه ان انا ظبطته يعني 90% ظبطناه. اتبسطت قوي ان انا قعدت جربت معاكم حاجات اول مره اجربها. اتمنى كمان انتوا تكونوا استفدتوا. لو في حاجه جربتوها وحبيتوها انا ما حبيتهاش قولوا لي، لو في حاجه انا استخدمتها غلط قولوا لي برده. ولو عايزين تجيبوا حاجه من الحاجات ديت هتلاقوها طبعا في شي جلام في شي ان، وعندي ديسكاونت كود نوج ان او جي يديكوا 15% ديسكاونت على اي اوردر تعملوه من شي جلام او شي ان. تنسوش تتابعونا على السوشيال ميديا بتاعتنا، على فيسبوك تويتر انستغرام سناب شات بنترست تيك توك، واكيد هنا على اليوتيوب. تنسوش تشوفوا الفيديو اللي انا عامله صورا على انستغرام وتيك توك، واشوفكم الفيديو الجاي. باي باي. اقوم اشوف ايه الباكجنج اللي عندي اللي شبه ده. اوكي واضح ان انا مختله لان انا ما لقيتش ولا لبستك عندي الباكجنج دي، بس انا متاكده ان انا شايفه الباكج دي قبل كده. مش عارفه بقى المفروض بقى اشغل ايه. موسيقى حزينه دلوقتي في اللحظه اللي انا فيها دي. كميه خمسه روجات هنفتحهم في نفس ذات اللحظه. كنت على الاقل باخد بريك من الموضوع ده من كل ايه خطوه وخطوه، بس دلوقتي لا مش كتير قوي. عايز اعرف ايه المشكله يعني، ايه مشكلتي يعني؟ ضوافر وعندي عزيمه وموجوده، اراده ومش مقصره معايا في حاجه. ايه اول واحد فتحناه كانه في رمشايه ناقصه راحت فين؟ لا معلش وانا بفتح دلوقتي الباكج طارت. لا حبيبي ارجوك. يا ليل ما تشوف لي حليمه. تعالى نعمل له اسمه. اوكي فتحت البريه. لي طالة اسم الله لو عدت. الاول انا تدخل تاخد ايه؟ ايه في ايه في إيه؟ انت قربت روسي ليه؟ نرجع نرجع. اوكي ده مكتوب هنا ايه اصلا؟ You're a softy caring cancer. You wear your heart on your sleeve or shell. But sometimes this can expose you to getting hurt. Ouch. You may want to retreat, but the key to keeping balance is facing the world and expressing your emotions. مش عارفه ليه انا سرحت ومش مش المهم ان برج السرطان سمعته؟ تمام. وهنا مكتوب underneath your hard shell is a soft tender heart caring cancer. You are full of love, compassion and undeniable charm. A palette of petal pinks of just what you need to embrace your softer side. And of course we included a dark purple just in case you're in a mood. Wink wink. Wink wink. هنعمل ايه بقى؟ هنعمل ايه؟ هنعمل ايه؟
نفسي اعرف افتح الحاجه بسرعه، نفسي نفسي من غير ما اقطع الباكج، نفسي نفسي نفسي. اسمها ايه ال ال انه اللي مش عارفه ايه اللي يعورك يعني اوكي في مثل يعني بيقول اللي يعورك مش عارفه انه يعني انه موته حاجه طخه بس ما تعوروش. الحمد لله والشكر لله، حسيت في حاجه هنا بتشوتني، قمت ماسكه كده نتفت رمشين، مش عارفه يعني مش عارفه ايه التخلف ده، ممكن نعمل كده مثلا بس ليه نشيلهم، انا مش عارفه ليه انا حاطه المرايه بالجنب وعماله بقى معذبه نفسي. كوكي كوكي سيب الشاحن يا كوكي، والله العظيم لو قطعته سيب قليل الادب. واي 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 انت صغير، واي واي انت عضاد عضاد زهقت. هو دلوقتي يعني حاطط بصوا صباعي كله عارفك ايه كفايه عض بقى كفايه عض يا اخي، تقلاه فيا شويه، تقلاه فيا ده انا اللي باكلك. ايه ده يعني؟ اي ولا ولا عضني هنا يا كوكي بقى يا كوكي. مش لاقيه له حد، دخلت عملت سيرش وعملت كل حاجه في الحياه بس مفيش فايده. العضاد. بصي بعمل ايه بقى؟ بقوم حاطه له بقه وايده جوه بقه وهو بيحاول يعضني فيعض نفسه، بس ما بنحرمش ما بنحرمش، معفنين احنا معفنين ما بنحرمش. از اف يعني الخرافيش اللي انا قاعده بعملها مش كفايه، كوكي قاعد بيلعب في الكيس بتاع اكل العصافير ففي اكسترا خرفشه.